اللهم ثبته عند السؤال. امين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. امين. اللهم شفع في النبي صلى الله عليه وسلم، شفع في هذا الجمع الكريم. اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. اللهم شفع فيه الصلاة والصيام والقرآن وعبادك الصالحين. إنا لله وإنا إليه راجعون. حب شديد جدا للنادي المصري وبلدي، وطبعا قبل ما ابقى انا كنت لاعب في الناشئين في النادي المصري على يد رحمه الله عليه الحكم مصطفى الشناوي، وكان عندنا مدرب يوغوسلافي اسمه كوكيزا، كان اللي كان لمنا من المدارس فتره يعني من الفترات قبل التهجير، وكنا بنعشق النادي المصري لان كل اهلي كلهم بيحبوا النادي المصري، وانا كنت صغير اروح اشجع النادي المصري، اروح اقعد معاهم في المدرج، فانا ما عندنا هذا الحب وهذا العشق. النادي المصري، النادي المصري يعني جزء من حياتنا، جزء من حياتنا، ده حقيقه يعني.